أونيل أنه لم يعمل منذ أكثر من شهرين. نظر أمامه فوجد زوجته جيرالدين الناجية مرتين من سرطان الغدد الليمفاوية. حمد الله على ذلك، فهو لا يريد أن يتذكر يوم أن قدم استقالته عام 2005 من تدريب سلسة الاسكتلندي لرعاية زوجته وابنتيه إيسلينغ وإلينا. اليوم هو مرشح لتدريب عدة أندية كبيرة، منها ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، إلى جانب الهلال السعودي. والفرصة لم تزل أمامه لخلافة زميله الإيطالي فابيو كابيلو في تدريب المنتخب الإنجليزي حين تنتهي مهمته. ازداد حيرة على حيرته، فأخرج أونيل ورقة وبدأ يكتب: أبلغ الآن من العمر 58 عاما. مرت سنوات طويلة حين مثلت منتخب إيرلندا الشمالية كلاعب في مونديال إسبانيا عام 82. شاركت معه في 64 مباراة سجلت فيها 8 أهداف. احترفت في صفوف أندية عدة أبرزها نوتنغهام فورست ومانشستر سيتي. مسيرتي التدريبية تبلغ 23 عاما، بدأتها عام 87 مع فرق أوروبية متواضعة. توليت تدريب ليستر سيتي الإنجليزي عام 95، وقدته خلالها إلى مصاف الدرجة الممتازة وإلى لقب كأس الرابطة الإنجليزية مرتين عام 97 و2000. انتقلت بعدها لتدريب سلتك الاسكتلندي عام 2000، فزت معه بلقب الدوري المحلي 3 مرات ومثله الكأس، إضافة إلى كأس الرابطة الاسكتلندية، وأوصلته إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2003. إلا أن مرض زوجتي الخبيث دفعني إلى الاستقالة في مايو 2005. أستون فيلا الإنجليزي كان محطتي عام 2006، وخلال مسيرتي معه احتل النادي المركز السادس في الدوري المحلي 3 مواسم متتالية. وبلغت مع أستون فيلا أول مباراة نهائية له منذ 10 سنوات في كأس الرابطة الإنجليزية عام 2010، واستقلت منه في أغسطس الماضي. وقتها جالت أفكار كثيرة في رأس أونيل: عائلته وزوجته المريضة في كف، وفرصة الخروج من القوقعة البريطانية للمرة الأولى في تاريخه والهروب منها إلى الهلال السعودي، ورقم 7 ملايين دولار في كف أخرى. نظر مارتن أونيل إلى الورقة سريعا، طواها ورماها في جيبه بعد أن حفظها جيدا على أمل أن يجد الإجابة غدا. ديما محمد السائح، العربية.